بعد انتهاء الانتخابات ينتظر أبناء نينوى من الفائزين بالمقاعد البرلمانية عن المحافظة أن يقدموا الكثير من العمل لأجلها، وأن يكونوا على قدر المسؤولية خلال السنوات القادمة ويعالجوا أبرز المشاكل التي تعاني منها المحافظة. يوثقنا بهم إن شاء الله يكونون هم الأحسن، واللي خسروا شيء جربناهم وطلعوا ما زينين، يعني ما فادوا الشعب بكل شيء، لا خدمات لا شوارع لا إعمار، كل شيء ما شفنا من عندهم، ولهذا إن شاء الله انتخبنا إن شاء الله الأحسن حتى يكونون عند حسن ظننا إن شاء الله. هناك الكثير من النواب السابقين خسروا الانتخابات، باعتقادي كان ذلك بسبب يعني معاقبة الناس لهم، لأنهم لم يقدموا أي خدمات، لم يقدموا أي شيء للمحافظة. المحافظة لا زالت منكوبة، لا زالت بحاجة إلى الكثير من الخدمات، بحاجة إلى ملفات كثيرة عائقة لا زالت موجودة. جاءت نتائج الانتخابات بالكثير من المفاجآت معها، وأطاحت بوجوه سياسية بارزة كانت موجودة في العملية السياسية لأكثر من 12 عاما، فأعطت انتخابات تشرين درسا جديدا للفائزين، فمن سيخذل ناخبيه لن يجد أحدا يقف معه مرة أخرى. العزوف اليوم من قبل الكثير من أهالي الموصل لما قدموه نوابنا السابقين من خيبات أمل ومصائب صبت على كاهل المواطن، من تعويضات، من مستشفيات، من دمار لحد هذه اللحظة. نحن اليوم مطالبتنا من الناس اللي صوتنا لهم والناس اللي صعدت بأصوات أهالي الموصل أن لا ينسوا أهل الموصل، أن لا يكونوا كالنواب السابقين. خيبات الأمل من الوجوه السابقة والجروح التي تعاني منها نينوى كانت أبرز أسباب العزوف عن المشاركة في الانتخابات، ومع كل هذه العوامل إلا أن العديد من الشخصيات السياسية وجدت طريقها إلى قبة البرلمان العراقي في محاولة جديدة للتغيير. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.